حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية الوضع الإنساني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء المجموعة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين رئيس مجلس الأمن الحالي وانغ يي في نيويورك. وأضاف وزير الخارجية أن المجموعة تستهدف وقفا دائما لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير لم يتم تفعيله أو احترامه حتى الآن. وأوضح شكري أنه لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم رغم رفض الجميع للتهجير، مضيفا أن مشروع قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية هو مشروع قرار إنساني وليس مشروع قرار سياسي.